الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تنطلق فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى المجتمع الرقمي ببركان بهدف مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بثورة الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بمجال التربية والتعليم تحت إشراف شركة التنمية المحلية مجال بركان. ستكون إن شاء الله هذه النسخة من منتدى المجتمع الرقمي منصة لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بثورة الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالتربية والتعليم من خلال جمع الخبراء والممارسين وصناع القرار والباحثين، كما ستتيح المناقشات وورشات العمل مشاركة أفضل الممارسات على الصعيد الدولي، وبالتالي فإن هذه النسخة ستمثل إن شاء الله حافزا لتحول التربية والتعليم بفضل الذكاء الاصطناعي، مع الحث على أن يكون هذا التحول أخلاقيا ومفيدا للجميع. خلال هذه التظاهرة العلمية تم التأكيد على ضرورة استغلال الإمكانيات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة التربية والتعليم، خاصة أن هذه التقنية الجديدة من شأنها أن تفتح آفاق جديدة وواعدة في جوانب عدة. عدة مداخلات اللي رجعت على مدى الرقمنة في التربية الوطنية وفي التعليم العالي، وكيفاش الذكاء الاصطناعي يمكن له يغير ويساهم في تحسين التدريس. عدة خبراء من الجامعات المغربية والجامعات الدولية تقاسموا معنا التجارب المتميزة في هذا المجال. الحدث العلمي عرف توقيع عدة اتفاقيات شراكة وتعاون في مجالات تهم بالأساس دعم الرقمنة والابتكار في مجالات التعليم.